وسهلا بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. يحيي أهالي الشهداء الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت للمطالبة باستكمال التحقيق وإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. هذه القضية التي خفت بريقها نتيجة الأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان من تعذر انتخاب رئيس للجمهورية والسجالات السياسية التي لا تنتهي وصولا إلى الصراع مع إسرائيل وفتح جبهة المساندة والاعتداء الأخير على الضاحية الجنوبية والرد المنتظر. وحده مسيحيا سليمان فرنجي كان واضحا باصطفافه إلى جانب المقاومة ميدانيا وسياسيا منوها بموقف وليد جنبلاط وواقعيته السياسية بمنع الفتنة. وفي خلال ساعات قليلة زار الضاحية معزيا باستشهاد القائد فؤاد شكر وشارك بعدها في تطويب البطريرك دويه في بكركي، حيث جمعه لقاء حار مع العماد جوزيف عون وسلام بارد مع جبران باسيل. كل هذه التفاصيل سنبحثها في هذه الحلقة مع ضيفي المحامي سليمان فرنجي المسؤول الإعلام في تيار المردة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك ست روان. اليوم ذكرى أليمة أكيد على كل لبناني بهيدا النهار. شو بتحب تقول عن هذه الذكرى وخصوصا بأنه اليوم في ضغط من قبل أهالي الشهداء لاستكمال التحقيق، وكان في تغريدة لافتة أيضا لسليمان بيك حول عدم تسييس هذه القضية. ذكرى 4 آب بالنهاية إذا بنعتبر في حدا بلبنان ما أصيب بالعمق من تفجيرات 4 آب أو انفجار 4 آب أو زلزال 4 آب بيكون مخطئ. دايما عنا بلبنان موضوع تسييس الأمور، موضوع استغلال الأمور، وموضوع ركب الموجات مثل ما بنقول. هيدا تعودنا عليه، يعني تعودنا عليه من كل الأحداث اللي صارت الأليمة الاغتيالات إلى ما هنالك. منشوف أنه اللبنانيين أو جهات أجنبية كمان بتجرب تستعمل هيدا الاغتيال او هيدا الحدث الامني الكبير وتلعب على عواطف الناس وتخلق الشرخ بين اللبنانيين. نحن ما تعودنا بلبنان انه نجي نقول نحن هيدي قضيه وطنيه، نتفق انه هيدي قضيه وطنيه بدنا الحقيقه، وفي قضاء لبناني اليوم موجود اكيد ما لازم يكون مسيس بهذا الموضوع ونوصل لنتيجه، لانه في شهداء في جرحى. المشهد هو يومي، يعني من 4 اب 2020 لليوم، يعني عندك 4 سنين في مشهد أليم كمان نحن بعدنا عم نشوفه كل يوم. في ناس شهداء، في ناس جرحى، في ناس مفقودين، في ناس بعدها لهلا بالمستشفيات، في اهل مصدومين، في اطفال شهداء. بطبيعه الحال انا وقت بقول هذا الشيء ما لازم حدا يعتبر انه في حدا هيدا عم يطلع يزيد على التلفزيون انه هو متالم اكثر مني. هذا الشيء مش صحيح، لانه نحن طلعنا شفنا اول شيء تسيس على المستوى السياسي، في احزاب على المستوى السياسي سيست هذا الموضوع، في ناس اعتبرتها قضيه مسيحيه ما اعتبرتها قضيه وطنيه، في احزاب مسيحيه اساسيه شاركت بعمليه التضليل واخذتها على منحى اخر. هيدي في مسؤوليه طويله عريضه، وفي قضاء اشتغل بطريقه مسيسه بهذا الموضوع. هيدي نحن بنعتبر انه هيدا مجموع هيدي العوامل اللي عم بقول لك عنها هي كمان مثل بيقولوا ضربت الحقيقة وتركت هذا الجرح مفتوح. من ترك الجرح مفتوح؟ لأنه في حدا هربان من العدالة مثل ما بينقال، لا، بقي الجرح مفتوح لأنه في حدا أراد يسيس هذا الموضوع، في حدا ما حب توصل للحقيقة، في حدا حط أجندة سياسية، استعمل 4 آب الأجندة السياسية اللي هي بتبلش إذا بدك من تصفية حسابات مع الأفريقاء السياسيين باللبنان ووصولا لسلاح المقاومة. يعني بمحل معين هيدي الحقيقة. اليوم كل إنسان متضرر لازم يكون عنده رؤية موضوعية للقصص، لازم يشوف بطريقة موضوعية شو حصل، بيحط مع العواطف على جنب، بيشوف بمكان ما كيف تسيست هيدي القضية. اليوم نحن شو بنتمنى؟ نحن بنتمنى تنكشف الحقيقة، لأنه في كتير ناس من فريقنا السياسي كمان من نعتبر كمان متضررين وجرحى وشهداء بهذا الموضوع بطبيعة الحال. ولكن التحدي هو وين؟ تحدي أنه القضاء يتعاطى بهذا الملف بطريقة غير مسيسة تنقدر نوصل للحقيقة، وما حدا ما بده الحقيقة. وبالزمان في شيء قاله سليمان فرنجي بدي ذكر فيه، انه بمكان ما انه نحن قادرين نوصل، يروحوا على علنية المحاكمة بهذا الموضوع. يمكن اكيد التحقيق دايما عند قاضي التحقيق بيكون سري بس، ولكن خلينا نجي للمرة الاولى ونعلن ونحط هيدا التحقيق على العلن قدام الرأي العام اللبناني بالاذن ست رواند، والعالم خليها تحكم شو في بمعطيات الملف، الا بنجي بنقول هيدا الملف ما حدا بيعرف شو في بقلبه ومين اللي قال حيروح على هيدا التوجه ومين اللي قال حيروح على هيدا التوجه. لا، المكتوب بنقرا من عنوانه بمكان ما.
مش مستعدين نروح نحن على قرار ظني ظالم ونقول بعدين في مجلس عدلي بعدين منروح وبعدين بتتحاكم. لا، القرار الظني بلبنان هو بمثابة حكم، لأنه تاكن طلع الحكم بكل العالم على الآن براسه موضوع القرار الظني، وبكون نحن ظلمنا ناس ونحن ما بدنا لا نظلم ولا نبري، ولكن بدنا الحقيقة. نعم. طيب ذكرت بسياق حديثك أنه ضرب المقاومة، هل برأيك بدأت محاولة ضرب المقاومة من انفجار المرفأ وصولا هلأ لكل هذه السجلات السياسية حول جبهة المساندة وسلاح حزب الله وما إلى ذلك؟ من عطول في للأسف نحن كنا لبنانيين، ونحن بنهاية المطاف نحن فرد بلد وفرد هوية، وما في حدا بزيد التاني على الانتماء على للفريق الآخر. هو بيشوف لبنان بمحل، هو وطني وأنا بشوف لبنان بمحل وأنا وطني، بس ولكن الخلاف أنه أنا بشوف أوصل لبلدي لسيادة بلدي ولحقوق بلدي ولوطن قوي من هيدي الطريق، هو بيشوفها من طريق تاني. أنا بيجي بقول له أنه الطريق اللي أنا سلكها تتوصل على الوطن القوي اللي بدي اياه، انا ديجا التاريخ علمني انه هي الطريق المزبوط، انت عم تاخذني على طريق تاني، التاريخ علمني انه هي الطريقه مش مزبوطه، هي الطريق مش مزبوط. طيب نحن ما منخون حدا ولا منعتبر حدا وطني اكثر من التاني، لا هني وطنيين اكثر منا ولا نحن وطنيين اكثر منهم، بس ولكن بمكان ما نحن باي مرحله من المراحل، من وقت استشهد الرئيس رفيق الحريري لحديت اليوم، من وقت ما صارت هالامور كلها وهذا الزلزال اللي صار باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نحن عم نشوف انه في حدا عم ياخذ البلد عطول على شرخ طائفي، على شرخ مذهبي الى ما هنالك، وعطول نحن عم نستعمل كل هالقصص بمحل معين لضرب موضوع المقاومه. نحن اللي عم نقوله موضوع المقاومه، يعني سليمان فرنجي وصل لمرحله يقول انه انا مع جيش واحد، بس ولكن كيف نوصل لجيش واحد؟ نعمل استراتيجيه دفاعيه، نحن نعمل استراتيجية دفاعية بدها حوار، وحوار علمي منطقي بيوصل لمحل كيف نحمي لبنان. هيدا السؤال، نحن كيف نحمي لبنان؟ طيب. إذا هيد بالإذن شوي، هيدا السؤال، إذا نحن بنحط المعايير العلمية، حزب الله بيعتبر أنه أنا جاهز تحطوا كل القصص على الطاولة ونشوف كيف نحمي لبنان، بس ولكن إذا ما في قدرة لحماية لبنان وما في استراتيجية واضحة، كمان مش مستعدين نحن نترك لبنان مكشوف. طيب بس، إلى ما هنالك. بس هون اسمح لي أني أقطعك أستاذ سليمان وقل لك أنه طيب هن بالمقابل ردوا عليكم، وتحديدا القوات اللبنانية يقولون بأنه نحن حواراتكم مجربينا، واللي جرب مجرب كان عقله مخرب، ونحن يعني اتفاق بعبدة وثيقة بعبدة كمان معروف شو كان مصيره وماذا قال حزب الله عنها، وأيضا بعهد الرئيس ميشيل عون اللي هو حليفه لحزب الله واللي وصلوا حزب الله على الرئاسة تذكر الاستراتيجية الدفاعية بنهاية عهدكم. اليوم ليه المواطن اللبناني وتحديدا قوى المعارضة بدأت تصدق سليمان بيك فرنجي انه انا اذا في حال جيت على رئاسة الجمهورية اول شيء بدي اعمل استراتيجية دفاعية؟ ليكي نحن ما فينا نحكم عن النوايا. بالفترة السابقة صار في احداث كتير كبيرة ما فيك تشيلها من هذا الاطار، يعني اللي صار بسوريا على سبيل المثال اللي هو بمكان ما هو عم ينصف خط ومحور طويل عريض، وواضح هذا الشيء، وعلى أثره حزب الله قال أنا طلعت على سوريا ترد الهجمة الإرهابية عن لبنان، وهذا شيء ثبت وصار. اليوم موضوع النقاش باستراتيجية دفاعية بأي لحظة من اللحظات اللي فيها استهداف للبنان واللي فيها استهداف للمقاومة، عم تيجي تقولي له تعال تحاورك على موضوع سلاحك بالوقت اللي هو عم بيقاتل، بالوقت اللي هو عم بيقاتل، هيدا مش منطق. نحن عم نقوله الحوار لازم، حزب الله حط حاله بالحوار وقال انا بدي اعمل حوار. طيب اليوم اذا جينا نقولنا كيف ندافع عن لبنان، سؤال كتير بديهي، هلا بنقدر انا وياك نحكي بموضوع استراتيجيه دفاعيه، هل مسموح نحن نقدر نعمل توازن ردع مع اسرائيل؟ سؤال منطقي. هل مسموح من الدول الغربيه انه نحن نجي نتسلح ويصير عندنا طائرات والى ما هنالك؟ نحن براينا علميا عم نحكي هون هذا الشيء مش مسموح. اليوم عم تيجي تقول لي انا كيف دافع عن لبنان، تيجي في ناس بتجي بتقول لك بالاطار بالاطر الدبلوماسيه، كيف اي منطقه بالاطر الدبلوماسيه بدي اقتنع معك انه بالاطر الدبلوماسيه انا قادر احمي لبنان او بالجيش اللبناني احمي لبنان؟ وما حدا يزيد عم حبتنا للجيش اللبناني، لا الجيش اللبناني على راسنا، واذا في شيء موحد اللبنانيين اليوم الجيش اللبناني، ولكن الجيش اللبناني هل مسموح له انه يمتلك كل هالامور اللي تخلي في توازن ربع مع اسرائيل؟ ولكن الواقع الموجود بالمقاومه اليوم وحرب العصابات وما يسمى حرب العصابات، ما بعرف اللغه العبارات التقنيه بهذا الموضوع، عم بتخلي فعلا ونحن على ارض الواقع عم نشوف انه اسرائيل تعمل الف حساب تتهاجم لبنان. طيب
اليوم بهذا الإطار نحن ما نجي نقول لا الحوار بدنا إياه نحن، بس ولكن الحوار البناء الحوار الشفاف ما أجا حدا من فريقنا السياسي تهرب من موضوع الحوار من موضوع استراتيجي دفاعي أبدا. لبل عم بقول لك سليمان فرنجية عم بيقول بنجي بنقعد بلحظة في هدوء إلى ما هنالك لحظة ستاتيكو معين، بنقعد كلبنانيين كلنا كلبنانيين دون استثناء وبنحط الأمور كيف نحمي لبنان، وفي رأي عام بيحكم كيف نحمي لبنان. بس ولكن التجارب اللي عم نقولها نحن ب 425 ديش ضل يا ست راوند من سنة 78 مش هيك لحديت سنة 2022 سنة نحن نحكي بال 425 وبعد ما طبق كيف طبق الأربع جزء أو التحرير سنة 2000 كيف صار؟ صار تحت ضربات المقاومة. هلأ تكون واقعيين عملية الخلط بين المقاومة ضد إسرائيل وبين موضوع الداخل اللبناني، خلينا نجي نحطه على الطاولة نبحثه. قول هون مشكلتي أنا، ساعتها كمان بيصير في بحث بهذا الموضوع. ولكن انك تيجي تقول انه هذا المقاومة ما له داعي بهذا البلد، هون مكمن الخطورة. وقت انت بتجي بطريقة يعني مثل بيقولوا لا شعوريا انت وبطريقة يعني مش مباشرة غير مباشرة عم تيجي تقول انا لو ما عندي مقاومة انا اسرائيل مش حتهجم علي. انتبه هذا كلام خطير، يعني ما في يجي يقول انا اذا ما في مقاومة انا مطمئن لاسرائيل. ولو كان عندك حسن نية بهذا الموضوع هذا شيء خطر جدا، هذا شيء خطر جدا. هلا بتقول التوازنات الداخلية بالسياسة الداخلية اللبنانية هي موضوع نقاش شرف نقاشها، بس ما تجي تقول لا داعي للسلاح. يعني الخلط بين الموضوع استراتيجي وموضوع التحالفات الداخلية والتكتيك الداخلي هو المكمن المشكل. فيك تجي تقول انت قوة موجودة بلبنان، عندك حضور شعبي، عندكم كتل نيابية، عندكم تحالفات، ناقش بهذا الموضوع قد ما بدك. بس هن هاجس السلاح حزب الله تبين من خلال موافقاتهم على بعض الاقتراحات الدولية انه هاجسهم ليس داخلي ولكن هاجسهم بوجه اسرائيل، وخصوصا انه في فريق اللي هي قوى المعارضة وافقوا على الاقتراح الدولي بسحب سلاح حزب الله الى شمال الليطاني، وبالتالي انت المشكلة الداخلية بعدها هي ذاتها موجودة اذا في حال سحبت السلاح، ولكن ريحت إسرائيل من تاني مال، وبالتالي هيدا المنطق أنتو كيف بتشوفوه؟ أنا المنطق اللي عم شوفه برجع للنقطة المركزية الأساسية، إسرائيل لا يؤتمن لها. خلنا نكون هيدا العنوان الأساسي بدنا نتفق عليه كلبنانيين كلنا. ديك إسرائيل حتى بس إذا ما حكاش فيها هن بيقولوا هن هي ما رح تجمع هيدا عليه. هون اللي عم بقلك عنه ما فينا نجي نقول ما هني اللي هني عم بيقولوا هيدا المنطق بفترة من الفترات تحالفوا مع إسرائيل وبخاذهم إسرائيل، يعني حتى مع من تعامل معه بيوم من الأيام صار عنده هذا الشيء. واليوم الخطاب السياسي اللبناني بشكل عام هو خطاب ضد إسرائيل، ونحن مصدقين وكل اللبنانيين ضد إسرائيل بيعتبروا إسرائيل عدو، وهذا أمر أصبح مسلم به، وهذا شيء كتير مهم بعد اتفاق الطائف لليوم. الإنجاز اللي عملوه اللبنانيين أنه كل العالم اعتبرت إسرائيل عدو كتير منه. بس ولكن من نطلع بهذا العدو ونحكي مع بموضوع هذا العدو بدنا نفكر انه استراتيجية اللبنانية لا يجب ان تخرج عن منطق المقاومة، مش لانه اخر شيء بمحل معين هو انتماء الى محاور. لانه حزب الله شو قال؟ حزب الله قال قتلت انا بجنوب لبنان عم دفع عن لبنان، ودفعت عن لبنان صحيح بموضوع سوريا احمي لبنان من الارهاب، كان كتير واضح وصريح وما استحى بهذا الموضوع. وحزب الله عم بيقول انا هون ملتزم بهذا الموضوع. طيب اليوم عم يدافع عن لبنان، ما فيك تجي تعمل انت توازن او تكافؤ بين انك تدافع عن لبنان انه انا اضعاف حزب الله. اليوم اذا انت عندك موضوع اداء حزب الله بالداخل بتروح تعمل طاولة حوار وبتعمل نقاش، وهيدي عين التيني مفتوحة، وعبكرة بتنتخب رئيس جمهورية. هون هيدي وقعت بزلة، هن رح يقولوا هلأ انك انت عم بتفرط بحقوق المسيحيين وصلاحية رئيس الجمهورية لما نقلت انه روح عملوا حوار بعين التيني. هيدا صلاحية رئيس الجمهورية، والبطرك كمان اليوم أكد عليها ومبارح أكد عليها. صحيح جواب. لك نحن كمرضى قلتي لي عم تقول نحن ما حدا يزيد بالموضوع المسيح. مبارح شفتي أنت شو معناتها اهدن، شو طلعت اهدن، اليوم عم تطلع قدسي. وبعدين رجعت تذكرت العالم شو في كنايس بأهدن والأصالة الماروني، لا تبين أنه البطريرك الدويهي أو الطباوي الدويهي هو من الأعمدة الأساسية للوجود الماروني بالشرق الأوسط، ثابت هذا علميا. نعم. وهذا اللي كان بجزء أساسي من وعظة سيدنا البطرك بموضوع الدويهي. فبقى الموضوع
المسيحي والتفريط المسيحي، حدا يجي يحكي معنا فيه أبدا بهذا الموضوع، غير أنه أداء سليمان فرنجي وأداء جده الرئيس الراحل بهذا الموضوع، ما حدا يجي يفرض فيه. حتى سليمان فرنجي ببرنامجه الرئيسي عم بيحكي موضوع الحوار إذا أنا قدر أن أكون رئيس جمهورية. بس ولكن نحن عم نجي نحكي بحالة اليوم نحن موجودين فيها، ما في انتخاب لرئيس جمهورية إلى ما هنالك، إن شو المشكل إذا رعى الرئيس بري حوار إنه الرئيس بري مش رجل وطني، إنه الرئيس بري مش بالمفاصل الأساسية حمل بلد، إنه اللي صار بال 2005 بالمفاصل الأساسية وقت انقسم لبنان شقفتين، شو كان دور الرئيس بري بهذا الموضوع بحماية السلم الأهلي؟ مش هو بعز دين الحرب المذهبية قال أنا شيعي الهوية وسني الهوى؟ طيب هيدي الممارسة اللي عملها الرئيس بري حتى انفتحوا على الموضوع المسيحي وانفتحوا على كل الناس، وهذا رجل غير طائفي. انه شو المشكلة إذا عبكرة راعى حوار انه أنا بنتقص من مسيحيتي؟ شو انتقص من مسيحيتي؟ عندنا جرأة نقول هذا، ولكن إذا في رئيس جمهورية لا الرئيس بري بيقبل انه يصير في حوار عنده اذا في رئيس جمهوري ولا رئيس الحكومة الى ما هنالك. نحن فكرنا السياسي قايم على فكرة، نحن روان نحن إذا سليمان فرنجي قدر له أن يكون رئيس جمهورية ما في عنا نحن شيء اسمه رئاسي أولى وثاني وثالثة إلى ما هنالك بالمنطق. نحن بمنطق وطني، نحن بمنطق تعامل وطني، نحن بمنطق عدم تعطيل، نحن ما بنجي نفكر في رئاسي أولى وثاني وثالثة. أكيد هني حسب الأعراف وهذا نحن محافظين عليه ونحن مؤمنين بالطائف على آخر درجة، بس ولكن اليوم وقت واحد بده يبني بلده بده يفكر بمنطق وطني صافي، ما بيفكر بمنطق انه يتمترس وراء طائفته تأعمل مشاكل مع طوائف اخرى تأنا حصل شعبية ضمن طائفتي وروح على انتخابات نيابية واربح انتخابات نيابية بخطاب طائفي. لا نحن مش من ادبياتنا هذا الموضوع، بس ولكن عم نقول له النقطة الاساسية والجوهرية انه اي نقاش بيصير بهذا البن او اي نقطة خلافية العالم تروح تقعد تحكي مع بعضها، هي بس ببساطة. بس هو في هاجس عند القوى المسيحية وتحديدا القوات اللبنانية، وحتى كانت بفترة معينة التيار الوطني الحر عم يحكي بهذا النفس انه الثنائي الشيعي يفرض على المسيحيين رئيس الجمهورية ويجعل من الرئاسة الثانية باب للرئيس الاول بلبنان المارونة. لا ما فيك تيجي تعتبري اذا اليوم اول شيء ليكي موضوع الترشيح في كلمه صراحه مرقت على لسان نائب طوني فرنجي وما حق فيها انه اليوم سليمان فرنجي رشحته المبادره الفرنسيه، يعني سليمان فرنجي ما كان ترشيحه من قبل الثنائي وهذا شرف اذا كان موضوع الثنائي، لكن واقعيا نجي نحن بالأدبيات الإعلامية اليوم منصور أنه سليمان فرنجي هو مرشح الثنائي، ومنصور أنه وكأنه سليمان فرنجي هو الدمية بإيد الثنائي بهذا الموضوع. هذا الشيء مش مزبوط أبدا على الإطلاق. برجع بقول لك المبادرة الفرنسية الرئيس ماكرون اللي هو رجل بالغرب ما بيقولوا غربي رشح سليمان فرنجي، لو ما شاف بسليمان فرنجي أنه رجل وطني، أنه رجل عنده علاقة مع كل الناس، ورجل بيحفظ السلم الأهلي، ورجل منفتح على الشرق وعلى الغرب، وأنه هذا رجل بيقدر يبني بلد كثير منيح. هلأ تعطلت المبادرة الفرنسية، بعدين الثنائي الحلفاء قالوا نحن ندعم ترشيح سليمان فرنجي. من هالمنطلق أنه نجي نصور وكأنه الثنائي عم بيخلق رئيس جمهورية تيحكم من خلاله، هذا كلام خاطئ. ومش سليمان فرنجي اللي بتنطبق على هذه المواصفات، لأنه سليمان فرنجي رجل معروف أنه رجل حر، رجل ما بيرجع لحدا، عنده رؤيته الوطنية، عنده مسلماته الاستراتيجية، ولكن بالوقت ذاته مقتنع تمام الاقتناع أن هذا البلد للجميع، وأنا ما بحكم إلا مع الجميع، يعني سواء مسيحيين أو مسلمين. هيدي قناعة سليمان فرنجي، ما حدا بيقدر يجي يقول له أنت بتعمل هيك أو بتعمل هيك. طيب اليوم في كتير أساسي ترجعي لأمور تاريخية ستراوند، بدي أعطيك مثل كتير صغير وهذا فاجأ الكويتيين من فترة، أنه وقت حل حزب القوات اللبنانية سنة 94 كررناها وحأرجع كررها معلش، بمجلس وزراء بيصير في تصويت على حل حزب القوات اللبنانية، سليمان فرنجية من بين اثنين أو ثلاثة من بينتهم الشيخ مخايل الضاهر رفض حل حزب القوات اللبنانية، لم يصوت معه. سألوه أنه شو عم تزيد علينا؟ قالوا لا، القوات اللبنانية هي شعب منا حزب. اثنين مش وقتها بتسحط البقرة بتكتر السلخة. سليمان فرنجي ما بيفكر بمنطق، وبفترتها بتعرفي انه في سائر تاريخي وفي دم مثل ما بيقولوا، ولكن سليمان فرنجي ما بيفكر بمنطق انه انا برضي حلفائي على حساب قناعاتي الوطنيه، هيدا شيء ثابت بهذا الموضوع. وبفترتها كانت علاقته مع الكويتيين بعد ما انسجن الدكتور جعجع كانت علاقه جيده جدا، واللي صار بموضوع المؤسسه اللبنانيه للارسال اللي كانت هي مؤسسه كويتيه بنهايه المطاف حماها وتعرض لضغوطات من حلفائه بهذا الموضوع. طيب
هيدا الزلمي وقت وصل سنة 2005 عمل وزير داخلية أو 2004 وقت حس حلو دخل بالقرار السياسي بالبلد راح وحكي مع حلفائه وجاب قانون القضاء اللي هو قانون 60 اللي هو مطلب البترك صفير وطلع عند البترك صفير وقال له جايب لك هدية قانون 60 هو فعلا يعني بعدين صار اسمه قانون سليمان الفرنجي لانه هو جابه. طيب هيدا الرجل ما فيك تجي تعتبر انه هيدا الرجل بيجي حدا بيتحكم بمساره السياسي. ونحن الحجم اللي على سليمان الفرنجي والحرب على سليمان الفرنجي من بعد الفرقاء السياسيين خلفيتها مش خلفيتها ما بدون سليمان الفرنجي, خلفيتها ما بدنا هذا الرجل ينجح. هني فزعانين من نجاح سليمان الفرنجي مش من سقوط سليمان الفرنجي, لانه سليمان الفرنجي المقاربه السياسيه تبعيته هي مقاربه عملانيه, مقاربة تنقول ما بتعطل البلد مش تسويه بمعنى التسويات والحصص إنما بمنطق تسيير شؤون البلد. إيه أكيد سليمان الفرنجي ما عنده ذهنية تعطيلية. بس هن في هون هاجس معين مع أنه كتير عم بسحب بالحديث في أشياء أهم بدي أحكي فيها, ولكن للتصويب يعني حتى الفريق الذي يعترض على سليمان الفرنجي لا يقول بأنه أنا خايف أنه سليمان الفرنجي ياخذ شعبيتنا كرمال هيك ما بده يوصل على بعبدة, بيقول هيدا الزلمة عنده محور معين عارفين وين أخذ البلد بعهده اللي هو محور الممانعة اللي هن بسموه محور الممانعة. هو لو إجا الوزير أزعور كان صوب مسار المحور وكان نزع سلاح حزب الله وكان حرر لبنان وكان رد الحزب الله ورا الليطاني وكان عمل معاهدات وكان أدخل. عمين عم نضحك نحنا؟ نحنا يا ستنا نحنا عم نقوله بهذا الإطار وبيعرفوا الوزير أزعور كتير منيح اللي هو غائب عن السماء, ما نعرف عنه شيء, إنسان مفقود مش موجود مرشح رئاسي, ما سمعنا رأيه, ما سمعنا طرحه السياسي, ما سمعنا رأيه بسلاح المقاومة, ما سمعنا رأيه بالنازحين, ما سمعنا رأيه بالعلاقات اللبنانية السورية, ما سمعنا أبدا. ترشح وتقاطعوا معه اجوا بدهم يقنعوا اللبنانيين انه ليكو سليمان الفرنجي هو الخطأ وهذا الرجل الذي لا نعرف عنه شيئا ولم نسمع عنه شيء هو الموضوع الصح. تخيلي وين وصلت المتركاج الإعلامي انه في شخص منه موجود وفي شخص عم بيطلع بالاذن منك عم بيقول موقفه السياسي. هون الصح. طيب خي انا اذا بدي امشي معك, انا كمرضى بيمشي معك, خي طلع عمل لي طرحك السياسي وقال لي شو اللي انت تهمني فيه, شو ممكن هو يعمل فيه؟ يعني انت تهمني بموضوع سلاح وموضوع مقاومه وموضوع العلاقه مع سوريا والى ما هنالك من امور, انت شو بدك تعمل فيهم؟ تعال ضوئه نقي بين هذا الفريق, بين هذا الشخص وهذا الشخص. بتخلص 14 حزيران بيبقى سليمان الفرنجي مرشح, حلفائه 51 نائب داعمين سليمان الفرنجي, بيبقى عم بيفاوضوا على شخص ثالث, هن وروحوا على شخص ثالث وبس تحشريون بيقولوا لك بعده أزعور مرشحنا. هي نحن هاي رئيس الجمهورية ولا شو؟ هلا على كل الحالات انتوا ارتحتوا يعني هلا ب يعني الاجراءات اللي عم يعملها الوزير جبران باسيل داخل التيار بتريحكم لكم شوي, وخصوصا انه في اصوات صارت مضمونة لكم اكثر. ليكي لا خليني اقول شيء, انا عن جد بقول لك هذا موضوع داخلي بقلب التيار وهني ادرى بمشاكلهم يعني, ولكن كمان ما بيجي ما بقدر اجي اقول انه هيدي الافريقا او هالنواب انه على بكره بيجي ينتخبوا سليمان الفرنجي او ما ينتخبوا سليمان الفرنجي, رغم انه علاقتنا جيده فيهم. وانا عون نائب علي عون رجل محترم, رجل وطني, نائب مميز, نائب عطى صوره كثير حلوه للتيار بالدرجه الاولى ولوطنه بالدرجة الثانية, رجل منفتح على كل الناس. ايه طبيعي او كل باقي النواب التانيين اللي كان سواء الاستاذ ابراهيم كنعان رئيس لجنة ورجل برلماني من الطراز الاول او نائب سيما ابي رامي على كل هالناس, يعني نحن ما فينا نشوف الناس منا منيحة, بس ولكن هذا موضوع داخلي له علاقة بالتجارة نحن ما منقاربه يعني في بيرجع له. طيب بدي ارجع شوي بالشق السياسي على موضوع ما حصل ببكركي, اكيد حكيت وجدانيا عن التطويب اللي صار, ولكن في مشهدين. قبل المشهدين انا استفزني كم شغله امبارح هيك عم شوفها بموضوع التطويب, بعد المرجعيات عم تحكي وبعد الناس عم يحكوا لقتوا التطويب من هون وسيره البترك وسكبوه على المنطق السيادي الحالي. هيدا شيء ما كان محبز يعني, لانه البترك الدويهي طباوي البترك الدويهي السجود لاسمه وقتها كان بروما, وقتها عمل بترك وراح على روما الى ما هنالك وعمل كان عنده انجازات علميه وانعمى وطلب من العذراء وندر للعذراء انه يرجع له بصره ورجع له بصره
عرض عليه مناصب كثير كبيره بالفاتيكان، ولكن رفض، قال لهم الشرق مظلم وانا لازم اروح على الشرق. من يظلم الشرق تاريخيا؟ الشرق انا برايي من يظلم تاريخيا؟ الغرب يظلم الشرق تاريخيا. خلينا نرجع ونشوف ونقرا تاريخ مظبوط. ولكن نحن ما فينا نجي نعتبر انه اليوم هذا المنطق وجود البترك الى ما هنالك، وكانه هذا الامر يعني انه هيدا اجا التطويب استكمالا للعمليه السياديه. هذا منطق خاطئ جدا. يمكن يكون رساله حضور التطويب او وجود التطويب لحمايه لبنان من الاعتداءات، لحمايه لبنان، لصيانه لبنان من العدو التاريخي للبنان والعدو التاريخي للبشريه وعدو التاريخي للمسيحيين. مع انه سلم عليهم بوسه اثناء وصوله الى الكركه. لمين؟ لا مش عم تحكي عن النائب ميشيل معوض، بحكي بشكل عام على اللي كنت عم تابعه على التلفزيونات. عم تابع على التلفزيونات ما منا يعني بشكل عام اذا بدك تجي. لا بالعكس، استاذ ميشيل هو على المستوى الشخصي يمكن اكيد رجل نحن بنحترمه ونائب مميز وادائه مميز، هذا شيء، وخلاف سياسي موجود، خلاف سياسي نحن ما بس، ولكن بشكل عام الاداء الاعلامي اللي شفته انا بشكل عام ما كان اداء، كان اداء بدنا نحكي نحن عن الطباوي كطباوي، شو انجازاته الى ما هنالك من امور، ونعتبر انه هذا الشيء اليوم اللي حصل يمكن هو توقيت مناسب بالنهايه. هي هون بنرجع لمشكله كيف كل فريق بيفهم السياده من منظاره، يعني هن بيفهموا السياده انه كمان استحكام حزب الله بالمشهد السياسي الداخلي من خلال سلاحه، هيدي بيفهموها انه هيدي رايحه السياده بلبنان، وانتم من ميل ثاني كمان عندكم مفهوم خاص للسياده خاصه باسرائيل وكل ما هيدا الموضوع صح. من سرعة طيب هيدي ما رح نوصل لنتيجة فيها، ولكن بالسياسة ماذا حل حلت هذه اللقاءات ببكركي، وخصوصا انه سمعنا البطريرك مثل كأنه عم يحكي عن لوعة انه انا قدرت يعني جربت قد ما في اني اجمع الاقطاب المسيحية بس هني بعدهم رافضين. ليك الموضوع، موضوع بكركي نحن واضحين هو مرجعيتنا الدينية الاولى والاخيرة، والعلاقة اللي بتربط سيدنا البترك الراعي مع سليمان بيك هي علاقة جدا مميزة. حتى البترك الراعي نحن مأكدين وقايلة ما بيكون زعلان إذا سليمان فرنجي بيكون بيعمل رئيس جمهورية، لسبب أساس سليمان فرنجي رجل شفاف، رجل ما في غبار على وطنيته وعلى مسيحيته، وبالتالي ما عنده أجندة ما بينزعج إذا سليمان فرنجي يعمل رئيس جمهورية. بس ولكن نحن المعيار بأنه يكون في رئيس جمهورية معيار، إذا جينا عم نحكي عن رئيس قوي أو جينا عم نحكي عن رئيس بيعكس الوجدان المسيحي، نحن ما بنكون عم نعتبر إنه سليمان فرنجي خارج هذا الشيء، أو هو مثل بيقولوا هو نازل بالباراشوت على المسيحيين، هذا الشيء منه واقعي ولنه عملي. حتى سليمان فرنجي بال 2014 وقت حطوا معايير الأربعة الأقوياء كان عنده ملاحظة، ودونت هذه الملاحظة إنه مش نحن وحدنا تنحصر فيهم صفات الرئيس القوي. نحن فينا نعتبر على مثل السيدة نيلة معوض، قال لهم انه اكيد هيدي بالنهايه جزء من الوجدان المسيحي، او الاستاذ نسيب لحود، او ما بعرف اذا كان توفى الرئيس نسيب لحود او الشيخ بطرس عرب، انه بالنهايه هول الناس ما فينا نشكك بوجدانهم المسيحي وبحضورهم المسيحي. فبقى سليمان فرنجي اليوم هيدي المعايير اللي بيحطوها، ما فينا نجي نعتبر انه نحن دخيلين على الموضوع او لا نمثل مسيحيا، لانه موضوع الارقام اذا بدنا نحكي بموضوع الارقام انه في اكثرين نيابي الى ما هنالك، بحس سليمان فرنجي عمل مبادره وحكي ب 13 حزيران ودعا الى الاعلاء من شان رئاسه الجمهوريه. ما نجي نحكي اذا طالما نحن امينين على موضوع رئاسه الجمهوريه، قال ينزل الدكتور جعجع ويتبنى التيار الدكتور جعجع حسب المعايير اللي وضعها التيار قديما، انه الرئيس لازم يكون الاكثر تمثيلا عند المسيحيين، لانه الدكتور جعجع الاكثر تمثيلا عند المسيحيين، وننزل نعمل مبارزه بين خطين واضحين، خطنا نحن انه انتمائنا واضح 100% مع مين، والدكتور جعجع انتماء واضح بالخط مع مين، مع الفريق الاخر، وننزل نعمل مناظره بالمجلس. من 13 حزيران لليوم 9 حزيران خلينا نعتبر لليوم صار قطع شهرين او ثلاث شهور، شهرين وشي، نعم بعدنا هلا ما اخذنا جواب بهذا الموضوع. فبقى سليمان فرنجي هون اجوا قالوا له انت ما بتمثل، قال انت تنعمل منازله، وقت واحد بيقول لك تعال تنعمل منازله يعني واثق من ارقامه، وقت انت بترفض تعمل منازله يعني منك واثق من ارقامك. فبقى المنازلة أكيد مش حتكون لأنه 64 نائب مسلم، يعني مش أنه لأنه سليمان كرنجي متكل على الأصوات المسيحية كمان، يعني هذا اللي بدي وصلك له. فبقى نحن ما شفنا جواب على هيدي المبادرة، وبطبيعة الحال سليمان فرنجي أراد شغلتين،
نروح على عملية ديمقراطية وإنه نعلي من شأن رئاسة الجمهورية، طالما في كتب كبير اسمه سمير جعجع كترشيح يعلي من شأن رئاسة الجمهورية، وبطبيعة الحال إحنا ما شفنا هيدا الشيء. طيب هيدا بنعرف انه هيدا الموضوع صعب لان بده تعديل دستوري بداية، واساسا الوزير جبران باسيل ما رح يدعم دكتور سمير جعجع على الرغم من انه نائب ملح مرياشي قال له انه نحن قلنا عليك. ما بده تعديل دستوري ليه؟ ليه بينزلوا على المجلس وبيترشحوا وبينزلوا مقابل بعضهم؟ هلا انت قلتي يمكن الوزير باسيل ما بيدعم الدكتور جعجع، طيب على شو عملنا تقاطع؟ لكن نعمل تقاطع على اسم ما بنعرف مين هيدا الاسم ولا بنعرف برنامجه، مهم نقطع الطريق على شخصية مثل سليمان الفرنجي ممكن تعمل قيمة مضافة بالعملية السياسية نتيجة وضعه السياسي وتاريخه ونضاله وخبرته بهذا الموضوع. لا منروح نجيب شخص مش قادر يعمل شيء تنقطع الطريق على سليمان الفرنجي خوفا من انه يصير في خيار ثالث يمكن عند المسيحيين. نعم بيخلق نوع من استقطاب لكثير من الانتليجنسيا المسيحية، مش ضروري تقطع بهيدا الحزب او هيدا الحزب، بيعزز حضور سليمان الفرنجي التعدديه. نعم. المسيحيه. طيب. هيدا الشيء ممكن في غير بشوفه. بدي استعجل شوي بهذا المحور لان كمان بدي احكي بموضوع الرد المنتظر من حزب الله ومن ايران، بس قبل ما انتقل لهذا الموضوع في مشهدين كانوا اساسيات ببكركي. اول شيء السلام الحار مع قائد الجيش، مثل كانه اعتبر البعض انه هيدي انكايه سياسيه بالوزير جبران باسيل، والمشهد الثاني انه ثاقبتم قاعدينهم حد بعضهم ولازمينهم ببعضهم. ما شو كان في من احاديث سياسيه من كواليس سياسيه بهودي اللقاءين؟ لكن موضوع قائد الجيش سليمان فرنجي من اول ما صار عنده علاقه مع قائد الجيش بالمباشر الى ما هنالك في علاقه احترام متبادل، يعني فعلا سليمان فرنجي بالنهايه ما بيخلط الامور بين بعضها، بالنهايه ده قائد جيش لبنان، والجيش اللبناني حرصا على الجيش اللبناني لازم يكون في قياده الى ما هنالك، لازم يكون مسير موضوع، ما بيخلط الامور بالامور انه هيدا مرشح ضدي، لا بيتمدد له ما عندنا مشكله بهذا الموضوع. هيدي اللي انا بدي اوصل له انه ما عنده مشكله سليمان فرنجي اذا وصلنا لكانون الثاني وما صار في حل لموضوع الرئاسه الاركان، وبالتالي صار مجلس النواب ملزم بالتمديد لقائد الجيش يدعم هذا الخيار. هيدا كل شيء بوقته، يعني انا ما فيني استبق امور من هالنوع بهذا الحجم، نحن نتمنى يكون في رئيس جمهوريه ويصير في انتخاب رئيس جمهوريه وتمشي الاليه. نعم. ولكن نحن بهذا الاطار سليمان فرنجي شو عم بيقول؟ عم بيقول انا برئيسي عبي الكرسي اللي حكيم به. شو معناتها عبي الكرسي؟ عبي الكرسي انه شخص يكون على قدر التحديات اللي احنا موجودين فيها ورئاسه الجمهوريه الحالي الى ما هنالك. هلا في الغير اجى اعتبر انه فيكم اي شخصيه موجوده يعني الى ما هنالك، لا سليمان فرنجي بيدعي رئيس جمهوريه بعبي ومن خطه السياسي يعني بمحل معين. احنا بنهايه المطاف كمان اخر شيء هيدي المعايير مثل ما بيقولوا معايير منطقيه وموجوده، يعني اليوم بمكان ما اذا بنجي نحن نعتبر انه انسحاب سليمان فرنجي بيحل المشكله، لا نحن ما بنشوف انه بيحل المشكله. لانه انت اليوم انسحاب سليمان فرنجي هذا اول شيء عمل منه ديمقراطي، خلينا نكون واضحين، لانه بننزل نعمل منازله ديمقراطيه، ما فيك تطلب من شخص انه ينسحب وتجي تقول انا ما بدي اتحاور. طيب اليوم الحوار كل العالم بحط مرشحين على الطاوله، ما حدا حيضغط على الناس ولا حدا حيجبر الناس، بس ولكن انك تطلب انا بدي اسحب شخص، يعني انت شو عم تقول تسحب شخص؟ هذا منطق منه ديمقراطي، تروح نتفق على شخص، هيدا منطق منه ديمقراطي ابدا. نحن موجودين وترشيحنا موجود ومستمرين بالترشيح، وسليمان فرنجي اخذ 51 صوت براينا قابلين للزياده، الفريق الاخر ما عنده مرشح، ما شفنا عنده مرشح، ولو بيقول هو عنده مرشح اليوم، ولكن بالنهايه مستمرين بترشيحنا ونحن مقتنعين بهيدا الترشيح، وبالنهايه يعني ما فينا نجي نعتبر انه نشيل سليمان فرنجي ونروح على اي شخصيه، لانك انت هون عم بتروحي على المجهول صرتي بهذا الموضوع. نعم. بما يخص لقائه مع الوزير جبران باسيل، هل هناك كان من كلام؟ لأنه الوزير جبران باسيل كلامه واضح أنه أنا ما رح أدعم سليمان فرنجي بالرئاسة وهذا الشيء ما رح يتغير. ولكن الموضوع الشخصي في موضوع مثل بيقولوا يعني بالعلاقة الشخصية مريحة بهالأيام وموجود، يعني آخر شيء وبيلتقيوا وبيحكوا، وهيدا الشيء نحن بنشوفه يعني منه غلط انه يكون العلاقه الشخصيه مع الوزير باسيل جيده. يعني هلا بالموضوع بالخيارات السياسيه وبالقرارات السياسيه للقرار الجمهوريه كل واحد حر ياخذ الخيار اللي بده اياه. نحن بنعتبر انه وصول سليمان فرنجي هو جيد للوزير باسيل، ما بنشوفه خطا
بالعكس نحن بنشوفه شغلة كتير مهمة للوزير باسيل، هو ما بيشوفها جيدة يمكن، بس ولكن هيدا الشيء يعني ما بيمنع انه يصير فيه ود ولقاءات وانتبه وفي تواصل مع كتالون ومع الكتلة، كتلة التيار، وفي قوانين منقدم قوانين مشتركة إلى ما هنا. مش غلط يعني هذا الموضوع. هلأ موضوع المقاربة، موضوع رئيس الجمهورية، هذا رأيي. التواصل مع كتلة التيار المعارضة داخل التيار ولا كتلة التيار التيار؟ هلأ انتبه ليك، لا في نواب من التيار لكن ما تنسي نحن عبلا حيوان 15 سنة على فرق طاولة يعني، وفي ود إلى ما هنالك، وفي خبز وملح مثل ما بيقولوا. هلا بالنهايه موضوع رئيس الجمهوريه برجع بقول لك مقاربه مختلفه. هلا في نواب كمان يمكن اقرب من نواب بالنسبه بالعلاقات المباشره، بس ولكن برجع بقول لك هذا موضوع داخلي، خلي موضوع داخلي عنده. نعم. طيب شو هالحب المستجد للنائب السابق وليد شومبلاط؟ يعني بموقفه من بعد ضربة الجولان عاد تغريدة مقابلته مع نائب وليد شومبلاط، كيف تصف هلأ العلاقة بين سليمان بيك ووليد بيك، وهل هذا يؤسس إلى انتخاب سليمان فرنجية رئيسا؟ ليك رجل مثل وليد شومبلاط بتعرفي المعدن بلحظة الشدائد، هيك بيقولوا مثل ما كتبها خينا حسن الدر امبارح. اليوم وليد شومبلاط بلحظة مصيرية بتاريخ لبنان عمل موقف تاريخي يسجل له، وأثبت هذا الرجل وهو مش بحاجة حدا يعطيه شهادة، هو بيعطي شهادة انه رجل وطني، رجل يقيم للموضوع استراتيجي أهمية كبيرة، وبيفهمه، بيفهم التحولات الكبيرة الاستراتيجية بالمنطقة، بيفهم موضوع السلم الأهلي، بيفهم الضرر اللي ممكن يلحق ببلدك على المستوى الحرب الأهلية لا سمح الله. هيدا الرجل بطبيعة الحال موقفه كان مميز جدا، وقطع دابر الفتنة. بطبيعة الحال سليمان فرنجي يرى بهذا الموقف المتقدم، وعمل ريبوست للتغريدة تبع وليد بيك وحكي عن وليد بيك وموقفه. اليوم ما فينا ما نجي نسجل له هذا الموضوع بغض النظر عن الموضوع الداخلي، موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية. إذا منفوت على مكامن الداخلي، نحن مقتنعين أنه بداخلية الحزب التقدم الاشتراكي وليد شومبلاط أكيد بيرتاح مع سليمان فرنجي رئيس الجمهورية، نحن مقتنعين بهذا الموضوع. بس ولكن اليوم بتعرف موضوع رئاسة الجمهورية واقف وبحاجه لبلوره اكثر. نحن بهذا الموضوع بس ولكن نحن نعتبر بعلاقه مع الحزب التقدم الاشتراكي سواء مع تيمور بيك او مع وليد بيك، نحن بنعتبر انه العلاقه اصبحت جدا مميزه، علاقه فيها وضوح وفيها صراحه وفيها احترام متبادل، اكيد قطع بمراحل مثل ما بيقولوا مميزه بهالايام. طيب بس دائما معروف انه وليد شومبلاط يقرا المشهد صح، هذه الفكره المتاخذه عنه، واذا شفت بس مين نزل على الضاحيه بتعزيه واستشهاد القائد فؤاد شكر هو وليد شومبلاط وسليمان فرنجية. هل هذا يعني بأنه نحن نعيش مرحلة حزب الله، ومثل ما دائما يقول وليد شومبلاط أنه المسيحية هن عم يخطئوا بحق نفسهم مش الباقي الأطراف عم تغلط معهم؟ للأسف لكن الموضوع اللي عم بمر به حزب الله اليوم موضوع حساس جدا. استشهد قائد كبير عندهم، حق حزب الله بالرد، وحق حقهم اذا بدك اللبنانيين يقفوا وراهم بهذا الموضوع، لانه المقاومه عم تخسر شبابها وعم تخسر دفاعا عن لبنان. يعني ما اجوا اليوم الحرب، ما حدا يجي يصورنا انه هيدي حرب عباسيه، ولا حدا يجي يصور انه هون الناس طلعوا بدهم يستشهدوا، لا، في قضيه عم يدافعوا عنها وعم يدافعوا عن بلدهم وعن حدود بلدهم، لا راحوا على محلات تانية معتبرين حلو انه هن ما يدافعوا عنا، ما له علاقه بالسياده اللبنانيه، هذا كلام خاطئ وما له اساسا من الصحه. بس ولكن انه نحن نجي نعتبر انه الاستشهاد عمليه تخص حزب الله وحده كمان، هيدا وما يكون في تعاطف وطني معه، هذا كلام منه مقبول ولا من شيمنا ولا من شيم بلدنا. بطبيعه الحال بهذه اللحظه اقل الايمان انه نوقف معهم، اقل الايمان انه سليمان فرنجي او وليد شومبلاط انه ينزلوا يوقفوا على خاطرهم بهذا الموضوع، هذا اضعف الايمان بهذا الموضوع. والدنيا منا يوم ويومين روان، الدنيا دهر، الدنيا مش يوم ويومين، الدنيا دهر. هو جماعة حرروا البلد من إسرائيلي. هلأ اليوم نحن منجي منشوف أنه هن بنحطهم بالمقاربة الداخلية أنه مسيطرين على القرار السياسي ببلد، مش موجود. هيدا اليوم نحن بذكرى 4 آب
انه في قاضي عم مثل ما مش راضين عنه رح وبقي وكفى وبعده محقق عدله، انه بمحل معين انه موضوع انه نعتبر انه هيدا في فائض قوه والفائض قوه من سكم على الداخل فين بكره يفرضوا رئيس جمهوريه بالقوه، انه اذا بدهم يعملوها بالقوه الحل الاسرائيلي عملها بفتره من الفترات بالقوه يجيب رئيس جمهوري. طيب حزب الله مش عم يعمل هذا الموضوع ما بعرف اليوم اذا نحن بنجي نحن من امور نحط الامور ما فعلا بالسياق الموضوع فعلا بالسياق الموضوع ما بيطلع معنا كل هالامور اللي عم تصاغ. طيب اليوم اذا بدنا نلقط المسيحيين، لان هون السؤال الاساسي والجوهري اللي حضرتك تفضلت فيه، انه اليوم نحن وين اخذين المسيحيين بلبنان؟ نحن جايبين المسيحيين عم نحطهم بالواجهه. اليوم العلاقات السنيه الشيعيه اللي هي علاقات رايقة وهادية وإلى ما هنالك إن شاء الله بتبقى هيك، وهيدا قيمة الإسلام بشكل عام اللي نحن عايشين بوسطه بهيدي المنطقة باعتزاز مثل ما بيقولوا. طيب نحن جايين منحط المسيحيين اليوم منحطهم بمواجهة أفريقيا آخرين، طيب شو الحكمة بهذا الموضوع؟ الحكمة إذا الغرب مطمننا نسمحوا لنا، هيدا التاريخ بيقول لك ما تطمن مزبوط أو لا؟ طيب هيدا موضوع له بعده الوطني، ما فينا نجي نعتبر نحن انه هذا الشيء اللي عم بيصير يصيب المسيحيين فقط في لبنان وبالتالي المسيحيين مهمشين والمسيحيين منتقص منهم ونحن بنروح على المنطق الفيدرالي ومنطق التقسيم. هذا منطق انتحار لسبب كثير بسيط، انه هن المسيحيين بين بعضهم مش متفقين. يعني انت عم تتخيلي كانتون مسيحي في بقلبه هاي الافريقا اللي تناحرت واللي في دم بيناتها، طبعا شو عم نحكي نحن؟ نحن المسيحي قوه المسيحيين بلوحه لبنان وبعروبه لبنان، هيدي قوتهم وهيدا وجودهم وهيدا تاريخهم، والتجارب اثبتت انه وقتها بعدوا عن الوحده الوطنيه وقتها بعدوا عن العروبه شو صار فيهم. فبقى من هالمنطلق نحن ما بنجي نعتبر انه نحن بدنا نقبل بانه ننخطف بقرار سياسي معين، لا هيدا كلام خاطئ. وعلى الاحزاب السياسيه الاساسيه اللي عم بتقود هيدي الحمله انها ترجع عنا، لانه هي احزاب اثبتت بفتره من الفترات انه هي احزاب وطنيه سواء الكويت اللبنانيه او التيار الوطني الحر، وانه كان عندها تحالفات عروبيه وتحالفات اسلاميه وتحالفات مع افريقاء بلبنان، وبطبيعه الحال هيدا خطا انه نحن نرجع ل لا لسلوك قديم. طالما انتم طورتوا سلوككم السياسي بفتره من الفترات بالعشر سنين او 15 سنه الماضيه طورتوا سلوككم السياسي لاصبح سلوك وطني واللي هو اصبح سلوك عروبي بمحل معين وسلوك مقاوماتي اذا صح التعبير ضد اسرائيل، بطبيعه الحال ليش عم ترجعوا لورا بهذا الموضوع؟ لانه هلا او بعدين بدنا نرجع لستاتيكو اللي فيه بمحل معين سيادي للبنان وقوه للبنان والمقاومه ستنتصر وحنكون بمحل اخر نحن، والمنطقه اخر شيء رايحه على تسويات بالنهايه، والتسويات نحن كانت على قوس قوسين هلا ويمكن ترجع تصير هيدي التسويات. طيب نحن ليش بنروح على منطق الانتحار بهذا الموضوع؟ طيب بدنا نرجع نحكي عن التسويات، بس هون في شغله كثير اساسيه اللي حكيت فيها ولمحت فيها انه البعض يريد التقسيم. طيب هن بيقولوا لك انه نحن ما بدنا حرب، يعني بكل بساطة نحن شعارنا ما بدنا حرب. إذا كانوا الطائفة الشيعية هي تريد أن تدخل بحرب مع إسرائيل، طب خلينا نحن بمناطقنا وما تهجم إسرائيل علينا وأنتوا استفلوا، مش قادرين نعيش معكم بكل بساطة. مين عن المسيحيين؟ المسيحيين؟ القوات اللبنانية. طيب ما في أطراف بالبلد، ليش راضي الأطراف الأخرى بالبلد؟ ليش؟ كل الناس مع حزب الله؟ كل الأحزاب مع حزب الله؟ كل الأحزاب بالمطلق مع حزب الله؟ نحن كل الأحزاب حسبيهم اللي كانوا مسيحيين باقي المسيحيين او سنه او دروز الى ما هنالك. طب لا بس ما كمان بس ما كمان التيار ضد وحده الساحات، يعني هن ضد هذه الحرب. نحن ليش على طول نحن بنعتبر انه خيي كل العالم عميان وهن اللي قاشعين؟ هذا الشيء منه مزبوط هذا الحكي. شغله ثانيه، نحن موضوع الصراع العربي الاسرائيلي يمكن في نقاش بهذا الموضوع، بس ولكن نحن تصفيه القضيه الفلسطينيه كمان شغله بغايه الخطوره. يعني انت اليوم عم تجي تحكي تصفيه القضيه الفلسطينيه، عندك 500 ألف فلسطيني موجود بلبنان، أنت غير معنية بقى بموضوع عودتهم، هيدي من الأمور الأساسية والجوهرية، وبطبيعة الحال تصفية القضية الفلسطينية، يعني نحن صرنا أمام إذا بدنا تصفية القضية اللبنانية، إذا صح التعبير من بعد منها، نيكست، عرفتي كيف؟ اليوم بمحل معين في رؤية موجودة عم بتقول إنه تصفية القضية الفلسطينية تليها تصفية القضية اللبنانية، كمان هيدي رؤية موجودة بدنا نسمعها. اليوم نحن عايشين بمنطق موجودين بالشرق الأوسط وعايشين بهذا المنطق، إذا بدنا نجي نحكي بمنطق سمن وعسل والدنيا بألف خير كمان فيها وجهة نظر خاطئة، مع العلم انه كمان حق اللبنانيين حقهم اللبنانيين اللي يكون عندهم هواجس انه بدهم يعيشوا، هذا حق طبيعي. واللي تبين انه قال السيد حسن نصر الله انه نحن ما بدنا ناخذ بلدنا على الحرب، وكان مسلمة أساسية ببداية الحرب من بعد 7 أكتوبر غدا ب 8 أكتوبر، ولبنان عايش بطبيعة الحال
عيش مش عيش جو حرب، وكان في حرص من المقاومة وعطول موجود في حرص من المقاومة على حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية. ونحن عم نشوف الدنيا بألف خير والدنيا ماشي. أوكي اليوم في موضوع الجنوب اللي عم بيصير اللي هو له خصوصية معينة، أكيد هو ألم بصدرنا كلياتنا بطبيعة الحال، بس ولكن ما فينا نجي نحن نعتبر أنه اليوم حزب الله يجر لبنان على أتون الحروب وضم لبنان إلى محاور. بس أنا بدي رجعك أسبوع لورا، كل هذه التهديدات والتهويل على اللبنانيين بضرب بيروت وليس فقط الضاحية الجنوبية، هو بيعتبروا هيدي كنا بغنى عنها كفريق معارضة، لحتى ما اتهم بس القوات اللبنانية، كفريق معارضة أنه أنت عم بتجر لبنان كله على أتون الحرب. الفكرة ليكي، الفكرة أنه اللي عم ينجر لبنان على أتون الحروب إلى ما هو، لكن ده كلام عام كتير كبير. نعم. صراع العربي الإسرائيلي قديم، صراع العربي الإسرائيلي قديم من 1948 لليوم، الصراع اللبناني ضد إسرائيل كمان قديم، وصراع المقاومة حزب الله كمان قديم، عطول مد وجزر. طيب سؤال، الرئيس رفيق الحريري عمر لبنان، كان في مقاومة وصار كذا شيء، عناقيد الخدم وعناقيد الخدم وبعدين تفاهم نسان إلى ما هنالك. طيب هذا الرجل العالمي استثمر في لبنان واستثمر إعمار بلد، بس اعتبر أنه لأنه المقاومة بلبنان أنا قادر استثمر. ما حدا يخرب لنا نظرية تانية، لأنه هو بيعرف أنه لبنان المعمر ولبنان المزدهر هو ما بتقبله إسرائيل، وعارف أنه في مقاومة بتخليني أنا عمر لبنان وخلي لبنان مزدهر تجارته واقتصاده وسياحته قوية. نحن ليش ما بنشوف هيدي المعادلة؟ ليش منعتم على هيدي المعادلة؟ ليه منعتم عليها؟ لأنه أنت اليوم إذا ما عندك مقاومة ما عندك قوة للبنان، وبطبيعة الحال ما حش حيخلوك ترتاحي. هيدا مطار بن غوريون، هيدا مطار بيروت، هيدا السياحة بلبنان وهيدا السياحة بإسرائيل. نحن صحيح بلدنا عنده مشاكله الاقتصادية وإلى ما هنالك، بس نحن بلد قوي، نحن بلد اقتصاده قوي، نحن بلد سياحته قوية، من أهم سياحة بالعالم، نحن بلد مش قليل. أنت بمرمى الاستهداف، كيف بحمي هذا الشيء إلا إذا نحن معتبرين إنه نحن إذا عشنا وما عنا مقاومة ما عنا شيء إنه إسرائيل حتتركك على طبيعتك وتقلك إنه عيشي ونفسيني بهذه المنطقة. هذا شيء خاطئ، وهذا خاطئ جدا، هيدا منطق خاطئ جدا. طيب بدي احكي انا وياك بسؤال اخير كمان استاذ سليمان عن موضوع الرد المنتظر وشو ممكن انه يحمل وكيف ممكن تكون تداعياته على المنطقه مش بس على لبنان، ولكن خليني بس انتقل شوي انا وياك لزميلتنا ديانا عوازه لنشوف المشهد عندها بساحه الشهداء. بعتقد ديانا اهلا وسهلا فيك، تفضلي. نعم روم، تحية لك ولضيفك. يعني دقائق وتبدأ المسيرة، مسيرة أهالي شهداء الرابع من آب من ساحة الشهداء، وبتزامن مع هذه المسيرة هناك أيضا تجمع في فوج الإطفاء، وستنطلق هاتين المسيرتين إلى المركز الرئيسي أو النقطة الرئيسية وهي مرفأ بيروت. الآن الناس بدأت تتجمع هنا بعد بشكل كبير جدا في مرفأ بيروت، ولكن سريعا لنتحدث مع أحد أهالي شهداء الرابع من آب. اليوم الذكرى الرابعة وشفنا قديش تعرق للملف، شو بدك تقولي بهال يعني من بعد 4 سنين لهلا ما عرفنا الحقيقة؟ العدالة متأخرة، بس نحن حنضلنا ناطرين وبعدنا مأمنين بالقضاء اللبناني. بس اللي بدنا نقول للدولة كفوا أيديكم عن ملف مرفق بيروت، كرمال القاضي يرجع يكفي شغله. القاضي بيطار سيد ملف مرفق بيروت، هو مكفوف إيده خصب عنه، يعني مش بإيده وموقف التحقيق. ورسالتي اليوم للشعب اللبناني، أنا إذا نزلت كل يوم وكل 4 شهر لحتى تابع قضيتي ولنوصل للعدالة وللحقيقة ما هيرجع خيي، بس كرمالك وكرمال خيك ما يصيروا ضحية مثل خيي. إذا رواند، يعني الناس مثل ما ذكرنا أن بدأت تتوافد بشكل كبير إلى ساحة الشهداء للتجمع وللانطلاق إلى النقطة الرئيسية، حتى أن عدد من النواب، ونحن نتحدث عن النواب إبراهيم منيمنة إضافة إلى نجاة عون وأيضا حليمة قعقور، وصلوا إلى ساحة الشهداء للمشاركة في هذا أو لإحياء ذكرى الرابعة. ولكن نحاول أن نتكلم سريعا، اليوم هيدا الذكرى الرابعة لانفجار الرابع من آب، وعم نشوف أنه أيضا في الشق السياسي عرقل هيدا الموضوع إضافة إلى يعني الخلافات القضائية. اليوم وين صار هيدا تحقيق وليش عم يتعرقل؟ أنا بعتقد أنه أكيد المنظومة اليوم بدها تعرقل أي مسار للعدالة، مثل ما شفنا واستعمال السياسي بالتدخل بالقضاء واضح، وفي إذا بدك تعسف باستعمال بعض المواد اللي نحن
قدمنا اقتراحات قوانين لتعديلها. بس خليني شغله، اليوم الامل انه هاي المنظومه ما عم تقدر تقلب القاعده، ما عم تقدر تقلب او تسطو على فكره الحق، ولهيك نحن ندعي اهلنا للاستمرار. هن بعدهم قادرين يعطلوا صح، بس ما قادرين يغيروا الحقيقه ولا يخفوا الحقيقه، فنحن مستمرين لاحقاق العداله لاخر لحظه بهالمشوار. شكرا لك. ايضا انا بحلمة قعقور، اليوم عم نشوف انه اهالي الشهداء وتحديدا اللي نحن متواجدين معهم اليوم بدهم القاضي بيطار يضل او يستكمل عمله بهيدا التحية. لا طبعا، ونداء منا كلنا انه القاضي بيطار رح يكمل عمله، مش بس هو عارف كتير دوره المهم بالقضية، وقاضي شجاع ورح يكمل بهيدا التحية. والتسييس اللي عملوه لتعطيل، والثورة اللي عملوها لتعطيل العدالة، ما رح ينقبل، والناس رح تدلها تتحرك ضد، ان كان بالنسبة لدعاوى المخاصمة والمادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدد قدمنا اقتراح قانون معجل مكرر لتعديله، او المادة 52 قانون اصول المحاكمات الجزائية، اللي مش بس عطلوا هيدي العدالة بهيدي القضية، عطلوا القضاء كله، قضايا للمصارف وقضايا فساد كرمال تعطيل هيدي القضية. نحن من هيدا الشيء، الجريمة الكبرى اللي عملوها هو تعديل القضاء بملفات كتير كبيرة بالبلد كله. شكرا لك. اذا روان، تذوق المشهد من ساحة الشهداء، سنواكب اهالي شهداء الرابع من اب في مسيرتهم الشعبية، وسنتوجه معهم الى المرفأ حيث ستكون النقطة الاخيرة. روان. نعم، شكرا لك ديانا عوضة، واكيد رح نكون معك بمحطات عديدة في هذا النهار واحياء هذه الذكرى. استاذ سليمان، شو بتعلق على هذا الكلام؟ يعني عمليا برجع بقول لك، هذه قضية وطنية، الموضوع لازم يصير في تصويب بموضوع القضاء. اليوم القاضي فادي سوين بفترتها حتى كان عنده رأي خلافه القاضي طلب بيطور، هذا محقق عدلي ومحقق عدلي بغض النظر عن التنحيه، كان في عنده لائحة طويلة عريضة، كل وزراء العدل، كل وزراء الأشغال، كل وزراء هون نحن شفنا في نقع أربعة وتعاطى مع هذا الموضوع. اليوم ما في كفي القاضي طارق بيطار بهيدي الطريقة ذاتها. الناس اللي عم بتقوله مع حق فيه، بس ولكن كمان ما في الناس تتبنى انه في حدا طبقة سياسية عم تعرقل بشكل عام. تنوصل للحقيقة بدنا نكون موضوعيين ونحط الأصبع على الجرح. مثل ما في أسئلة توجه لأفريقا، مفترض هني كمان يوجهوا أسئلة، وعنده كل واحد عنده مستشار قانوني وكل واحد عنده محامي بهالدنيا، ويحطوا الأسئلة ويجاوبون عليها الرئيس طارق بيطار. وكذلك الأمر العالم تأتي رأي القانوني بشكل واضح وصريح. بس ولكن أنها تبقى القضية غامضة وما بنعرف شو صار، ونضل نستعملها بلحظة معينة انه ضد الطبقة السياسية بشكل عام الى ما هنالك، بيكون هذا خطأ. نحن عم نكون عم نضرهم يعني. نعم. محل معين. نعم. بسؤال اخير بعد عندي دقيقة، هل هناك حرب شاملة ولا لا؟ من منطلق هلا ما بدي فوت انا وياك بحديث انه كيف بده يردوا ايران ولا كيف بده يردوا حزب الله، لان هيدا كله باطار التحليلات وما حدا عارف كيف ممكن يردوا وشو ممكن يردوا. هل سيكون هناك تداعيات لهذا الرد، حرب شاملة على انا رأيي لا، لسبب انه اسرائيل بهاللحظة أضعف من أنها تعمل حرب شاملة، بينما المحور الآخر، محور الممانعة، بيعتبر أنه هو جاهز لأي سيناريو معين. اليوم اللي صار فيه استهداف، في استهداف قاسي جدا، هيدا الاستهداف بمكان ما حق الرد طبيعي، حق الانتقام طبيعي لشهدائهم. بمحل معين الحرب انحسرنا بوضع آخر. إسرائيل تعمل ألف حساب لموضوع الحرب الشاملة. إسرائيل مش قادرة تحمل الحرب الشاملة. اليوم اللي عم تعمله عم تصدر أزمة داخلية للخارج، عندهم أزمة داخلية. إسرائيل انهزمت بسبعة أكتوبر، انهزمت إسرائيل، وبعدنا بكل هالفترة من سبعة أكتوبر لليوم نحن عم نعيش نكران للهزيمة. هيدا عملية نكران الهزيمة هي اللي عم تعمل هيدي التراكمات اللي عم بتشوفيها. اليوم وقتها بدها تسلم إسرائيل بالهزيمة، سلم نتنياهو بالهزيمة، بتكوني أنت خلصت الحرب. نحن اليوم بمحل معين عم يعتبر هذا الفريق السياسي انه اسرائيل انهزمت ب 7 اكتوبر، حق الشعب الفلسطيني انه يدافع عن ارضه، حق الشعب اللبناني انه يدافع عن ارضه، حق هذا المحور يحافظ على التوازن الاستراتيجي والتراكم اللي احدثه بموضوع الصراع مع اسرائيل. نعم. نعم هناك اصبح توازن، هيدا واجب الحمايه، هذا التوازن هيدا واجب اساسي بالنسبه لهيدا الفريق. يعني بتشوف انه اسرائيل ومن خلفها امريكا مجبرين يستوعبوا الرد مهما كان الضخامه هذا يمكن، ولكن بالحسابات عم نحكي ما بيقدروا يحملوا حرب شامله. صار في ضعف مركزي باسرائيل. شو الضعف المركزي؟ يمكن يكون في تقنيات وفي تفوق عسكري الى ما هنالك، بس ولكن الضعف المركزي عم تسقط القضيه الاسرائيليه، قضيه الوجود الاسرائيلي، لانه اصبحت قضيه ضد الانسانيه. واليوم للمره يعني ما نجي نستخف، قبل كان
العيون مغمضة ولكن في إعلام ولكن في شيء. اليوم عم نشوف اليوم بكل العالم حتى بأمريكا حتى بالغرب بدول الغرب كلها عم بيشوف في ناس عم تعتبر إنه غزة هي عملية إبادة. اليوم بيطلع قرار من محكمة العدل الدولية ضد نتنياهو وهذا أمر متقدم جدا. أصبحت إسرائيل بدون قضية وتبصر العدو يصير ما عنده قضية اللي هو ادعى فيها واللي هي مش قضية حقيقية ولا قضية محققة. بطبيعة الحال هو عم بينزف على المستوى استراتيجي عم ينزف. وبطبيعة الحال اليوم المحور لازم يحافظ على هذا التكاتف على هذا التعاضد على هذا التفوق لأنه بالنهاية وقت بتشوف العدو عم ينهار لازم تكفي بمنطق القوة ذاته. المحامي سليمان فرنجي مسؤول الإعلام في تيار المردة، شكرا كتير لإطلالتك معنا اليوم، دائما الحلقة معك بتمرق بسرعة وياريت بعد في وقت كان في كتير ملفات لازم نفصلها. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. والشكر موصول لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء.